السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. المكروت او مكه ده مكمل انا لقيته على النت، فبصراحه حبيت ان انا اجربه. المكروت قبل ما اجرب يعني قبل طبعا ما اشتريه دورت على فوائده. الفوائد بتاعته اولا من ضمن الحاجات، ودي هتبقى حاجه جدا مفيده جدا للستات، اللي هو بيظبط الهرمونات، اللي هو ما يبقاش عندهم الهبات اللي او اللي هو اختلال الهرمونات نتيجه كذا حاجه عند الست، وكمان بيظبط الهرمونات عند الراجل. وكمان حلو بقى للرجاله في ايه؟ زياده الخصوبه، ان انت كمان بتزود الحيوانات المنويه عندك، وكمان الحاجه الحلوه اللي جدا اللي عندك ان انت بتعلي التستوستيرون. كل ما يبقى ليفل التستوستيرون، التستوستيرون ده عموما ده هرمون الذكوره، الاستروجين ده والبروجسترون ده هرمون الانوثه. دي حاجه كده يعني الواحد ما يفهمش حاجه في الاحياء، بس دي حاجه مسلمات عنده، التستوستيرون للرجاله، الاستروجين للستات. فكل ما التستوستيرون عند الراجل عالي، كل ما يبقى الحرق بتاعه عالي، كل ما يبني عضلات اسرع، كل ما يبقى عنده علامات وظهور رجوله اكتر واكتر، كل ما يبقى الدهون اقل، كل ما يبقى شكله ماسكلين او شكله عضلي وشكله رجولي اكتر. فالمكروت دي بتساعد اللي هو الراجل بان هو يعلي التستوستيرون ويعلي كمان الخصوبه والحيوانات المنويه، فيضطر ان هو يعني يحسن من الخصوبه والحيوانات المنويه، فيخلي الراجل يزود في عمليه الانجاب بسرعه، يعني اللي هو يخليه ينجب بسرعه. لان الناس مثلا عندها مشاكل في عدم الرغبه الجنسيه او مشاكل في تشوه الحيوانات المنويه عندهم، فهو بيعلي الخصوبه عندهم وبيعلي النسبه دي وبيخلي الموضوع يبقى احسن بكتير. وبالنسبه للستات ان هو برده بيعلي الخصوبه برده عندها وهرمون الاستروجين. وكمان حلو للستات بقى في ايه؟ ان هو بيعمل على تزويد اماكن معينه عند الست. يعني اغلبيه الناس اللي بتخس عند الستات بتخس من الوسط بس، اللي هو ومن فوق بيبقى كبير ومن تحت بيبقى كبير بدون دخول في تفاصيل، فالموضوع بيبقى عامل زي شكل الساعه الرمليه. فده المكروت. المكروت اهو انا حتى جبته، ما اعرفش هو هيبقى عندكم هنا معكوس، يعني هيبقى عشان انا بصور بالكاميرا الاماميه، اسمها مكروت. ده بهو حتى مكتوب هنا المنتج ده انا جايبه ميد ان يو اس اي من شركه اسمها هيربل سيكريتس، ان هو بيساعد على الخصوبه وكمان بيساعد على الحيويه عند الراجل والست، كمان بيظبط المود وبيظبط الهرمونات، وكمان بيساعد على ان هو بيساعد على الجهاز المناعي. حلاوه المكروت دي بقى انا لما جيت فتحتها ريحتها عامله زي ريحه التوابل الحاره. بص ال بتاع اهي، الكبسوله صغيره جدا اهي، الكبسوله مش محتاجه، يعني كبسوله صغيره جدا مش كبسوله كبيره، وريحه ريحه المكمل حلوه قوي، يعني ريحه المكمل عامل زي ريحه التوابل الحاره كده، مش عارف اقول لكم ازاي، يعني مش عارف اجيب انهي توابل، شاورما ما اعرفش ايه، بس ريحتها حلوه يعني. غير طبعا المقرفين اللي انا جبتهم اللي هو السبيرولينا ريحتها صعبه قوي، واللي هو الاوبتيمين ده ريحتهم الاثنين صعبين جدا. فالمكروت ده كويس جدا، وكمان الجرعه اللي فيه، الجرعه بيقول لك واحده او اثنين ديلي فقط، ما تزودش عن كده، لا اما واحده لا اما تاخد اثنين بس كده، ده اللي انا عارفه. وكمان اللي انا بس عايز اقوله لك ان انت لو انت عندك مشاكل في الغده الدرقيه، في نوع اسمه جلايسينيد او حاجه او جيلاتينايزد، جيلاتينايزد مش جلايسينيد، جيلاتينايزد ده نوع مخصص للناس اللي عندهم غده درقيه او الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه. طبعا انت قبل ما تشتري دور، لو انت عندك مشكله في الغده الدرقيه دور ان العلبه تبقى مكتوب عليها جيلاتينايزد او حاجه زي كده، بحيث ان انت تبقى ما يعملكش مشاكل في الغده الدرقيه، لان دي من عيله البروكلي، والبروكلي في كده ماده فيه بتعلي الغده الدرقيه وبتعمل مشاكل في الغده الدرقيه. بس دي مكه بصراحه، ده مكمل بصراحه انا اول مره اشوفه، وكنت بشوفه بس على النت. يعني انت لو انت مشترك على صفحات على الفيسبوك وكده، هتلاقي من ضمن الصفحات اللي بتنزل المكملات كتير دي، هتلاقي فيه مكمل اسمه مكروت او مكه، اللي هو جذور المكه او مكه، ودي كانت يعني بتتصنع يعني بيقولوا عليها ان هي بيرو، اللي هي كانت بتتصنع في او بتتزرع في بيرو في امريكا اللاتينيه. فبصراحه ده منتج كويس ان شاء الله، كده كده انا شغال عليه، انا باخد واحده في اليوم، ده بيزود التستوستيرون عندي، فكل ما التستوستيرون عندي بيعلى، كل ما انا ببني عضلات اكتر، كل ما حرقي بيزيد، كل ما شكلي افضل. وفي نفس الوقت الستات برضو بيجي لها الخصوبه وبيظبط لها الخصوبه وبيظبط لها الهرمونات بس كده. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. وما تنساش تاخدش كلامي بس، تدور عليه، دور على كذا حاجه تاني قبل ما تشتري اي منتج عموما، مش انا لوحدي يعني،
قبل ما تشتري اي حاجه دور على المنتج كويس. وكمان المنتج، اي منتج عموما ما بيجيش نتيجته في اول اسبوع، ده بيجي نتائجه بعد شهرين الى 3 شهور عشان تلاقي نتيجه صح. خد واحده في اليوم او خد من اي منتج تاني الجرعه المناسبه ليه، وان شاء الله هتلاقي فرق باذن الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.